السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جئت لكم بفيديو يعني DIY، يعني كيفية صنع الشموع في البيت، يعني نصنعوا شمعة في البيت. هذا ديجا درت لكم عليه فيديو، هذا الفنجان اللي كان مكسور وحنا درنا له إعادة تدوير، يعني درنا له ريسيكلاج، اللي كنا زيناها يعني هكا بهذا الكوكياج، ويعني كما راكم تشوفوا انتم لكم يعني حريه الاختيار. هنا عندي هذا الصحن، يعني هو من الومنيوم او الحديد او مش عارف. هنا عندي يعني باطه تاع الشمع، هذه نوع من كاع البيوت الجزائريه عندهم. هذا الشمع مش عارفه ديجا 10000 جو كرو ولا 12000. هنا ديجا كانوا عندي يعني شموع كما راكم تشوفوا جبتهم. واش غادي ندير؟ غادي هنا نقدر الشمع تاعي، وغادي هنا يعني نقعد نكسر فيه، يعني نقطعه قطع. هنا عندي شمعه من هذه الصغار، هذه الشمعه علاش؟ لانه فيها رائحه يعني زكيه، رائحه جد جميله، رائحه الفانيلا اظن. غادي نخلطها معهم باش تعطينا ريحه شابه، فقط للرائحه، يعني لا شيء يعني لا، يعني كما راكم تشوفوا كما راه موضح في الفيديو. تقدري هذا الشمع تاعك كاع هكا، يعني تقرطيه هكا قطع صغيره باش يدوب معنا بالخف. هذا مكان يعني ديريه في كاسرونه ولا في اي حاجه عندك، يعني المهم غادي نديروه يعني يدوب على حمام مائي، ما غاديش نديروه على النار يعني مباشره، فقط على حمام مائي. هنا كنت ديجا صاي قلعت هذيك الشمعه يعني اللي فيها العطر من القالب تاعها، راكم تشوفوا فيها ديجا واحد الحديده هكا من تحت، تما غادي نعاود ثاني دروك نكسرها باش نقلع هذيك الخيط. هاد الخيوط اللي كنت تحصلت عليهم من الشموع اللي كسرتها، على خاطرش هاد الخيوط غادي نستعملوها ابخي، يعني من بعد غادي نسحقوا هاد الخيوط ما ترموهاش. ممكن راكم تشوفوا يعني كسرت هذيك الشمعه الدائريه يعني المعطره، وغادي نزيدها معاهم ونديرهم يدوبوا. هنا نجي في جهه اخرى، يعني غادي نجيب هنايا هاد البان، هادي سلاكه كيما نقولها، يعني كل واحد كاين اللي يدير المساسيك تاع يعني تاع الحوايج تاع الملابس، بصح انا يعني هنا اخترت باش ندير هذه السلاكه. دونك كيما راكم تشوفون يعني نلصق فيها الخيط تاعي هكا، نلصقها على حسب ما يجي يعني في الفنجان، يعني نوري لكم هنايا. دونك هنايا اختاريت هذا الخيط يعني على حسب الفنجان تاعي، راكم تشوفوا يعني راه يوصل للقاع. ونحط يعني هذا الباني تاعي بها بالخيط هكا، وكي يدوب معايا الشمع يدوب معايا، غادي نجي يعني نفرخه في الفنجان تاعنا كما راكم راه موضح في الفيديو. يعني عمليه بسيطه وجد سهله، يعني كل وحده فينا يعني طيق تخدم شمعة تاعها يعني في الدار وحدها، واللي تبغي ديره مشروع يعني تبيعهم. غادي ندير لكم فيديوهات واحد اخرين يعني على كيفيه يعني صنع الشموع يعني وبيعها يعني كمشروع للبنات اللي راهم باغيين يديروا يعني مشاريع من البيت. دونك هنا كما راكم تشوفوا يعني الشمع تاعي داب معايا، راكم تشوفوا يعني في كاسرونه كنت درتها يعني درت ما يحمى، ودرت هذه الصحن هذا فوقه فيه الشمع وخليتهم يدوبوا. دونك انا غادي نجيب الفنجان تاعي، راكم تشوفوا الخيط راه فيه، وغادي يعني نفرغ هذاك الشمع المذاب في هذا الفنجان، يعني ديكوري ديكورين ديجا معاً. ونشوفوا هنايا يعني غير بشويه نفرغ كاع هذاك الشمع تاعي. هنا كيما غادي تشوفوا البنات يعني ما كفانيش انا الشمع، خصني نزيد، يعني نورمال خديته وعاود جبت شمعات يعني هكا كسرتهم كذلك ودرتهم بالخف، يعني بالخف دابوا معايا. وغادي نزيد نفرخهم يعني على الشمع الاول اللي كنت درته، يعني ما تخافوش يعني نورمال ما يصرا والو. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا وصلت يعني الكميه المطلوبه، فوالا يعني ما نطلعوش كاع الفوق يعني حتى الفنجان، يعني شويه تبقى لنا هذيك المساحه هكا تاع وين يبان لنا فيها الفنجان شويه. بون هنا غادي نخليه يعني هكا في لابغي، غادي نخليه في الهواء هكا يجمد وحده، ومن بعد نولولو يعني باش نشوفو الشكل النهائي معنا. يعني هنا يمكنكم تلوينه باستعمال قلم اللون الشمعية ولا باستعمال اللون يعني المخصص للشموع، وبما انه يعني اظن بان ادوات يعني الخاصة بالشموع شوية غالية، دونك يمكنكم فقط يعني استعمال الالوان الملونة. دراري صغار هذه اقلام الملونة الشمعية،
يعني هنا كما راكم تشوفوا معايا راه بدا ينشف معايا، بدا يبس الشمع تاعي. هنا بعد ما نشوف كما راكم تشوفوا معايا يبس الشمع تاعي كاع، غادي نجيب مقص ونقص هذيك الحافه يعني اللي راهي شويه نوار باسكو تاع الشمعه الاولى كي كنت شعلتها، نقصها. يعني كنت قادره نخليها بصح انا بغيت نقصها باش يعطينا شكل جميل، يعني تولي تبان بيضه. دونك هنا تحصلوا على هذه الشمعه كما راكم تشوفوا. انا ما لونتهاش البنات على خاطرش يعني الفنجان تاعنا ماشي شفاف، يعني ما تبانش منه، واللون تاعو اخضر، دونك ما بغيتش ندير له لون اخر، بغيت ندير له اللون الابيض فقط، يعني يقعد هو شباب يعطينا طله شابه. يعني هذه هي الشمعه تاعنا البنات، هذا هو العمل تاعنا لليوم. وانا كنت ديجا وريت لكم كيفاش نخدموا هذا الفنجان، وانتم يعني الديكور تبقوا حرين، اي ديكور تبغوه، تبغوا ديروا الديكور الورد ماشي الكوكياج، تبغوا ديروا يعني مرجان، مهم يعني انتم واش تبغوا ديروا. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تعاونوني بالاشتراك والجيم.